الصحة العالمية تحذر كورونا لن يقضى عليه، عادة يومية تعزز الحياة الصحية الطويلة. لماذا يسبب الإقلاع عن التدخين زيادة في الوزن؟ المزيد في العربية صحة، فأهلا بكم. حذرت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية من أن العالم لم يسيطر على الفيروس بعد ولن يتخطى مرحلة الخطر، على الرغم من اعتقاد كثر أن الأمر شارف على الانتهاء. فقد تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن 3.1 ملايين إصابة جديدة الأسبوع الماضي و54 ألف وفاة إضافية، علما بأن الأرقام يمكن أن تكون أعلى بكثير، مضيفة أن الفيروس لن يقضى عليه نهائيا وسيبقى موجودا. وجدت بعض الأبحاث طرقاً جديدة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لا تستغرق أكثر من 4 دقائق ولا تنطوي على مجهود أو تغيير ما نأكله. وتتماثل هذه الطريقة البسيطة في تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يومياً. فقد خلص الباحثون في دراسة نشرت في مجلة بريتش ميديكال جورنال إلى أن سوء نظافة الفم يرتبط بمستويات أعلى من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، على الرغم من أن الطبيعة المسببة لهذا الارتباط لم تحدد بعد. إذا أقلعت عن التدخين مؤخراً ووجدت أنك تتوق إلى المزيد من الحلويات والأطعمة الدسمة، فاعلم أن هناك سبباً حقيقياً لذلك. فقد كشفت نتائج دراسة حديثة إلى أن عقلك يمكن أن يكون السبب وراء اشتهاء المزيد من الأطعمة المصنعة، لأنها قد تملأ الفراغ الذي يوفره النيكوتين. فمستويات التوتر يمكن أن تزيد من حب الشخص للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر. قد يكون المسلسل الكرتوني المعروف باباي قد بالغ بفوائد تناول السبانخ، ولكن دراسة حديثة كشفت أنه ربما كان محقاً. فقد وجدت دراسة أن تناول السبانخ يمكن أن يساعد في منع تكوين الأورام الخبيثة، خصوصاً مرض سرطان القولون. وأكدت النتائج أن وجبات السبانخ منعت تكوين مسببات مرض سرطان القولون وعدد من الأمراض الأخرى.